جراحة في المخ، تطورات الحالة الصحية لنجل الفنانة إيناس عز الدين. كشفت الفنانة إيناس عز الدين عبر حسابها بموقع انستجرام عن تطورات الحالة الصحية لنجلها، وذلك بعد خضوع لجراحة في المخ، وكتبت: شفاك الله يا قلبا لم نعرف منه سوءا، اللهم ارده إلى بيته سليما معافي، اللهم أسكب في جسده نهرا من العافية والراحة. الحمد لله والشكر لله، خرج من العناية المركزة. كانت الفنانة إيناس عز الدين قد كشفت عن إجراء عملية جراحية لنجلها محمد في المخ، وذلك في يوم 27 مارس الماضي. ونشرت إيناس صورة لها معه عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت: يا رب ارحمه برحمتك، هو فرحتي، هو ابني روحي، افرحني بشفائه يا الله، ولا تحزن قلبي، أرجو الدعاء لابني الغالي، هيعمل عملية في المخ.